هل أنت بخير يا تايلز؟ أنا بخير. لحسن الحظ لدي سيرة ذاتية لولف سايد كيك التي كان لها فائدة أكبر. أصمدوا في أماكنكم. انسوا أماكنكم. جهزوا أسلحتكم. ما هذا؟ كانت نماذج كيوبوت ظريفة ومسالمة مثل إيمي، والآن صارت عدوانية مثل إيمي عندما أحرك وسائدها. هناك سبب لوضع الوسائد في أمكنتها، وذلك لكي لا تفسد المنظر. الآليون مزعجون أكثر. علينا أن نجد طريقة للسيطرة عليهم بلا إيذاء أو هكذا. يا رفاق، حاولوا الوصول إلى زر التعطيل على رأس الآلي. سأجمعهم لاحقا. سأعيد تجميعهم ليعودوا كما كانوا. وهذا ما يقلقني. ما الذي جعلهم يصابون بالجنون؟ سأجري بعض الاختبارات عليهم لأعلم ما الذي أصابهم. سونيك الوضيع أطلق سجنائي الآليين. من يتحدى فيما يظن؟ يفترض أن أكون محترما ومهابا. هذه البطة تحترمك وتخاف منك، أليس كذلك؟ هذا سيشعرني بالتحسن. ليس كذلك. عندما نفرغ من تنظيف ظهرك يمكنك البدء بخطة شريرة. أنا لست في حاجة إلى مايتان وبولتس المخفقين. طالما لدي آليون مخلصون لن يردعني شيء. هاي، إلى أين؟ لم أنتهي من الاستحمام بعد. آخر آليك كيوبوت، لم أرى برمجيات خبيثة كهذه. يبدو أنك لم تحمل تطبيق ميا برجر. والغريب جدا أن فيروس كيوبوت مطابق للفيروس الذي وجدته في سفينة مايتن وبوليتس. سونيك تايلز، انزلا بسرعة. التحذير الأزرق المخضر. ارتفعت أسعار الاشتراك في التلفاز. ذلك الفيروزي، إنه اللون نفسه. لا، أحدهما أزرق مخضر والآخر أخضر مزرق. هل أريك لوحة تدريج الألوان ثانية؟ لا رجاء. آليون قوي. هل ستزداد الأمور سوءا؟ ألم تتعلم ألا تقوم بأفعال كهذه؟ هل سيبقون إلى أن نعود؟ ليروي، راقب هذا الباب، لا تدعي الآليين يخرجوا. اعتمد علي يا سونيك. هذا ليس من شأني. اخطبوط الشارع الرئيسي. إنها فوضى الباندا. هذا ما سأقوله لو هاجمتنا الباندا، لكن في هذه الحال إنها فوضى الآليين. جميع السكان صغيرهم وكبيرهم وقعوا ضحايا لهجوم الآليين. سيدتي، أتعلقين؟ لا تقف هكذا، ساعدني. يا له من عالم تعيس نعيش فيه، إذ يعنف هذه السيدة المسكينة آلي عنيف أخرق بينما يقف الجميع صامتين. هذا محزن جدا، محزن جدا. هذا عار عليكم. قبل ساعة عملتما ضد إيجمان والآن تتزعمان هذا الهجوم؟ أنتما تتقلبان أكثر مما يفعل العمدة خلال الانتخابات، ومع ذلك هو يفوز دائما. المخترع إيجمان لا يملي علينا التوجيهات. أجل، كما أنه لا يعطينا التعليمات. أو الفيروس ينتشر في كل مكان.
هذا غريب، قريبي يقطن على بعد بلدتين ولم تهاجمهم آلات قتل وحشية كهذا. افعلا شيئا، هؤلاء الأليون يدمرون بلدتنا. أحتاج إلى بلدتنا، إنها مصدر هبات حملاتي. موريس تاوني يا مصدر الفيروس، علينا الذهاب لنجد الحل. لقد أنزلت برنامج تحديد المواقع من سفينة مايتون وبولتس. لم أفهم كثيرا من كل هذا الكلام، لكن تبدوان واثقين. انطلقا. ناكلز، إيمي، ستيكس، هل تسيطرون على الوضع هنا؟ لا مشكلة. لكذلك سيطرة محكمة أم تغطية؟ أنا وتايلز سوف نذهب الآن إلى موريس تاون، لو أنهم اختاروا اسما أجمل. يجب أن تكون أمامنا. أتعلم؟ ستكون تجربة السفر أفضل لو قدمت بعض وسائل الترفيه خلال الرحلة. على الأقل فستق. اختصار الخدمات هو ما يجعل أسعارنا منخفضة. كلام فارغ وأنت تعلم هذا. انظر إلى هؤلاء الحراس، يؤمنون المكان جيدا. اليو موريس تاون يعملون بجد في الدفاع، ربما نستفيد منهم في فريق الكرة ولن نهزم بعدها. تم رصدنا. أتظن؟ من الأصفر إلى الأزرق هناك ثلاثة وحوش تطاردني. أعلم يا صديقي. دايز، ماذا تفعل؟ سونيك، أتريد زيارة ذلك الشخص؟ نعم، أحب السقوط الحر. لا تجربوها في المنزل. هيا بسرعة يا تايلز. ما رأيك الآن بهذا الترفيه؟ أفضل من كيس فستق. موريس تاون من هناك. هناك مزيد من الحراس ولن تستطيع طائرتي الوصول بسلام. وقت الخطة تاء. ماذا حل بالخطة بي؟ أين سنجد تمويها أفضل من هذا بهذه السرعة؟ مهلا يا تايلز، لا تكن متهورا في تصرفك. و؟ وانتظرني. رائع يا ناكلز، الوضع يتحسن، ربما نتمكن من إنهاء المشكلة. الألي الصديق، تسرني رؤيته، سنستفيد من مساعدتك. الألي الصديق، تدمير. اهدأ. سونيك، أينما كنت فمن الأفضل أنك تهزم الأعداء الآن. نزل المصعد، صعد المصعد. أظن أنني علمت كيف أطير بها. عمل رائع يا تايلز، عندما نعمل معا نحل المشكلة. تشغيل وضع التدليك. أريد إحدى هذه الطائرات. يبدو أن الأمر نجح، هؤلاء لا يشكون في شيء. تايلز، ماذا يحدث؟ سلسلة هبوط آلي، يقومون بإدخالنا. ها هي دي مدينة الآليين المثالية بين الغيوم.
ماذا حدث هنا؟ يحتل آلي غريب مدينة مورس تاون، ولكن كيف نجح في ذلك؟ وما قصة تغيير هيبنو بوت المفاجئة؟ امضي يا سونيك، فطريقك كالسيف، إن لم تقطعه بسرعة قطعك.